بسيادة نقيب بي في وطنه الثاني هنا في بني سويف في المؤتمر. مبدئيا احنا بنشيد بانجازات معالي النقيب في الطفره اللي حصلت جديد في على مستوى المحامين، من تنقيه جداول لانجازات للعلاج لكل شيء في النقابه ساري بشكل الى حد ما مميز، كمان كفكره جديده للمعهد محاماه بيبتدي انشاؤه. هي بدأت بالمعهد وإن شاء الله في خلال العام 2021 هيبقى نظام الأكاديمية حاجة مميزة. كان على أساس أنا كشاب ما بصش ألاقي إن أنا بمجرد ما يحصل على شاب حصل على صنص حقوق نلاقيه دخل بقى عمل كارنيه محاماه واشتغل محاماه، لا لازم الاول يعرف يعني ايه محاماه ويعني ايه ادبيات مهنه في الاول ونظام شغل. ده بيتم تعليمه واعطاء الماده العلميه الخاصه بيه في المعهد او كمعهد محاماه. أكاديمية المحاماة تعتبر بتأخر رجلنا ناس بيتمسكوا بمبادئ المحاماة، ما بتعتبرش مفتوحة زي الأول، وبالعكس بتخلي المحامي ليه قيمة أكثر وبيساعده على إن هو يثبت دوره، بدل ما كان معنى صح المحاماة لكل من جه أو ليه شغلة أو ملوه، دلوقتي لا بالعكس إحنا بيدخلها كل اللي هو فعلا بيحب المحاماة وهيعرف يدي فيها. أحب أرحب بالسيد النقيب العام في بلدي بني سويف وفي نقابته النقابة الفرعية بني سويف، وأشكر النقابة الفرعية أنها أتاحت لنا فرصة في دعوة سيادته لزيارتنا وتلبيته العظيمة والعريقة لنا لحضوره اليوم إن شاء الله وتشريفنا، ونأمل بإذن الله أن ينال هذا الحضور والتشريف بإذن الله قيمته ومقامه سيادة النقيب العام الممثل العام لنقيب المحامين مصر ومحامين العرب جميعا. ثانيا وفيما يخص في إنجازات السيد النقيب نذكر وما يخصنا فعليا كشباب الاهتمام الفعلي ودوره العظيم في الاهتمام بشباب وإعداد شاب محامي قادر على القيام بمهام المهنة عارفا بأصولها جميعا، بإنشائه معهد المحاماة وتفعيله ثم وضعه بالأمس قريب حجر الأساس للأكاديمية المحاماة التي سوف تجعل من المحاماة والمحامين صرح عظيم لا يمثله ولا يشابهه أحد، ونأمل بإذن الله على يديه وعلى أيدي من يعاونه في مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين وأعضاء النقابات الفرعية أن يوفقهم الله جميعا لما هو فيه الصالح للمحامين والمحاماة. النقيب العام فعلا عمل تطورات جميلة جدا، بما أنه عمل المعهد ده جميل جدا لينا وإحنا استفدنا منه كتير جدا وكورسات، وعامل برضو كورسات جميلة جدا لينا عشان نبقى حاجة كويسة، وإحنا ناويين إن شاء الله بإذن الله نبقى يعني أعلى نقابات وبتطورنا إن شاء الله وكلنا، وعطانا فرصة كبيرة جدا إن إحنا كشباب من المحاميين والمحاميات إن إحنا نبقى حاجة كبيرة وواجهة كبيرة للمحامين. أي شيء أي حاجة يخص بيها المعهد بنقول عليها، أي حاجة يعني مشاكل طبعا أي مشكلة أي حاجة بصراحة بيدخلنا فيها كأراء وكل حاجة يعني.